وحش عليك مستقيم يا ابني. قس 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 بنت سامر. ولا عليك يا شيخ. اهلا وسهلا يا حي. يعني انت في معك جواسيس الامن؟ حاشا لله، لا فعلتها ولا بفعلها، هذه مش من اخلاقي. كل ما في الامر اننا كنا نشك بكل الناس، حتى كنا نشك برجال من الامن، عشان كذا معي رجال يبلغونا بكل شيء علشان ناخذ احتياطاتنا. رجال يا فندم تعتمد عليهم، رجال بيضحوا بحياتهم في سبيل هذه المدينة وهذا الوطن، رجال لو سند ظهرك سندون تطمئن، وقلت لهم يلا إلى الحرب تحصلهم في أول صفوف. وبعدين؟ بعدين جلسنا نتابع الشاحنة، استغربنا ليش هذه الشاحنة بالذات تمشي في كل النقاط وما تفتش، بينما جميع الشاحنات تفتش. وجدنا أنه برضو معهم تصاريح بعد ما التفتيش. من فين بيجيبوا التصاريح هذه؟ أكيد من الرجال في أمن. شكينا، قلت يلا يا شباب أشتي أعرف إيش في داخل هذه الشاحنة، وعرفت سلاح ذخيرة أكثر بكثير مما تصور، ذخائر RPG، متفجرات، مسدسات صامتة وغير صامتة، حاجة ما تخطر على بالك يا فندم. تهريب السلاح أصبح له سوق كبير جدا، خاصة بغياب الدولة.